الميركاتو الشتوي المشتعل نبتدي معاكم بالتأكيد. يعني الكل كان عارف انه امبارح المفروض كان اليوم الاخير في موسم الانتقالات، وانه قبلها بساعات قرر اتحاد الكرة انه يمد فترة القيد علشان طبعا مندوبي الانديه في الساعات الاخيره اصبح في تكدس شديد على القيد، هيمتد لحد يوم 6 فبراير. بناء على رغبه الانديه ده اللي ممكن يكون افضل واريح للجميع، وكمان زي ما اعلن الاتحاد علشان تكون الامور كلها واضحه للناس جميعا. وطبعا الكل عايز يدعم فرقته، والكل عايز يكون بدعم الفريق بصفقات قوية، وتقريبا كل أندية الدوري عملت صفقات قوية، والكل بيحضر نفسه ونجحوا في ان هم يعملوا اكتر من صفقة بس بحسب الاحتياجات الخاصة بكل نادي، ده على اساس اللعيبة وعلى اساس المراكز. وبالتأكيد في بعض الصفقات كان في فشل ان هي ما يتمش ابرامها او ولكن كل واحد بيحاول ان هو يجيب احتياجاته. طبعا في انديه ضمت عدد كبير جدا من اللعيبه، في انديه اكتفت بلاعب او اتنين، وفي انديه فشلت ان هي تضم صفقات بعينها. لكن في النهايه هنقول لحضراتكم ابرز انتقالات الانديه، واكيد مش هنقولها كلها لكن خلونا نقول الابرز في كل نادي. نبتدي مع حضراتكم من نادي الزمالك، صاحب نصيب الاسد في انتقالات يناير، وبالتاكيد بسبب فتح القيد بالنسبة لنادي الزمالك وحل أزمة القيد. الموضوع كان مأزم الأمور جدا 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 خلال الفترة الأخيرة، وطبعا عاش نادي الزمالك كبوة شديدة جدا منعته أنه هو يقدر ينافس الموسم اللي فات. وطبعا الموسم ده أو بدايته كده بطريقة فيها تعسف شديد، وكانت الأمور مش ماشية على ما يرام، وكانت مراكز كتير جدا نادي الزمالك محتاج ان هو يدعمها. خلاص حل أزمة القيد، أصبح فتح نفس الزمالك وجماهير الزمالك ان يكون في أكتر من صفقة قوية. ميركاتو هنقول عليه قوي جدا، تقريبا جاب فريق كامل، ضم أكتر من صفقة أبرزها كان النجم عبد الله السعيد من نادي بيراميدز، وأكيد هي صفقة في كل الأحوال مميزة. ولو هنتكلم ونقول ان عبد الله السعيد كبير في السن، نحط الموضوع ده على جنب تماما لانه ما اصبحش هو ده المقياس اللي بيقاس بالمجهود والجهد الكبير والانجازات والخبرات اللي عبد الله السعيد بيقدمها في التسعين دقيقه. كلمه رقم جنب عبد الله السعيد اصبحت بلا قيمه، ويظل واحد من أهم نجوم الكرة المصرية. نتكلم عن الصفقة دي بالتفاصيل، وكمان تم ضم سيف فاروق جعفر أو عودته مرة تانية لبيت ونادي الزمالك من بيراميدز. كمان أحمد حمدي صفقة انتقال حر، ومحمد عاطف قادما من طنطا، مهاب ياسر قادما من الداخلية، وياسر حمد صفقة انتقال حر، والأوغندي متيوبا صفقة انتقال حر، وناصر ماهر قادما من مودرن فيوتشر، ومحمد شحاتة قادما من طلائع الجيش. أما اللعيبة المنضمين على سبيل الإعارة فزياد كمال قادما من MP إعارة لمدة موسمين ونصف. مصطفى أشرف لاعب بروسيا مونشنغلادباخ حجز الزمالك مقعدا، يعني طبعا تمهيدا كده لنظام TMS لإعلان انضمامه لنادي الزمالك بشكل رسمي خلال الساعات القادمة. نرجع للصفقة الأكبر واللي انتظرها جمهور نادي الزمالك. عام 2018 كان جمهور نادي الزمالك بيمني النفس بوجود عبد الله السعيد داخل جدران القلعة البيضاء،